Morning Show。قصدي هناك لان شوف وين المشكلة حكي. ايه بس بدكم تعملوا قدامي لا اقدر شخص. مش مشكلة. مشكلة. وين؟ ها ورا الطرفان. تفضل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعطيكم الألف عافية. الله يعافيك. شو طمنا دكتور؟ شيء بيرفع الراس. الله يخليك. ممتاز. يعطيكم الألف. رائع رائع رائع. ميرسي. رائع. تفضل عليك متجنن. قديش تأمرنا؟ $50. $50. كله تمام ها؟ كله تمام هيك هيك. يعطيكم العافية. يلا معك وفى عملك. بس يلا ها؟ بس تعطيكم يلا. تفضل. ميرسي كثير. الله معك. ميرسي دكتور. اسم الله عليكم. والله يا حكيم في مشكلة. ايه؟ في شيء غلط، في شيء مش مظبوط. اكيد. ايه دكتور في شيء مش مظبوط، ما انا عم يصير شيء غلط. لا ما امبارح كنتوا هون وكنتوا مثل النار ولا فظيعين ممتازين. وحياتك يا حكيم شو عم كذب عليك؟ انا والله ما بكذب. يعني دكتور شو ما عندنا شيء يعني الا نجي لعند الحكيم يعني نبرم على الحكمة؟ طب لكن بدكم تعملوا قدامي لشو؟ مطرح زيه. قومي قصوا الطريق. الله يرحمه. يعطيك ألف عافية. تفضل تفضل. ما تخسر يا أخي. بس شيء طبعا نتعرف عليك حبيبي. مرحبا عليكم. كل شيء تمام؟ الحمد لله. والله بالله هلا ما أحسن من الأفلام. طيب شو بيدوا شو علينا؟ $50. عزبك. يلا رح نكتب لك. بس فاضي تعطيهم أنا. إيه تعطيهم أكيد. رح نكتب لك. ممتاز جدا. وهيدا موفق. إن شاء الله. ميرسي. الله معك. ميرسي حكيم. ميرسي. الله عليك. طمنكم لك علاقتكم يعني شيء بيرفكت. بيرفكت يعني انتوا يا شيء ممتاز عظيم يا عمي. لك خي فهموني شو عم تجي تعملوا ولو نار انتوا ضروري. بسم الله عليكم. هلا رح فهمك حكيم. بس قديش بتأمرنا بالاول؟ $50. الورقه بليز دكتور. يلا هلا شو اذا حتى خي جيد جدا وممتاز جدا جدا جدا. تفضل. رح فسر لك قصه حكيم. تفضل. نحن عارسين جديد. نعم. أنا وياك. وعايشين مع أهلي. وبيتنا كله أوضة نوم ومطبخ وحمام. في أم وبي وأخواتي. في أمي وبي وإخواتي. كله. بقى مننام كلنا فوق بعضنا. نعم. مش عم نقدر نعمل شيء. بتعرف يا دكتور ما تاخذنا بهالكلمة، أقل أوضة بأوضتين $150. وإذا بدك تستأجر شاليه يومي $100 إيجار شاليه. والله حلو. والله حلو. نجي لعندك ندفع $50، من هال$50 الضمان برد لنا 42. كتر خيرك. يعني بتكون القصه مكلفتنا 8 قرش. يا بلاش. تعال يا عمي. هلا من كل عيالكم انا شو فاتح بار انا. لما واحد بده يعمل شيء بيجي بيعمل لي ورا ورا برا. اوه ما انت